زي ما احنا عارفين ان مسلسلات رمضان يعني ابتدت فيها المنافسه وابتدت الحلقات يعني تدخل في سياق درامي مختلف، تحديدا الحلقه السادسه من مسلسلات رمضان اللي كانت كلها احداث يعني مشوقه. معانا مجموعه كبيره من المسلسلات ابرزها الكتيبه 101 ورساله الامام وغيرها من المسلسلات اللي هنشوف ملخصها في التقرير اللي جاي. الحلقات السادسة من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، البداية من مسلسل الكتيبة 101 اللي كشفت الحلقة فيها عن أحداث قوية أبرزها قيام الإرهابي الأجنبي بالنداء على الضابط نور صلاح بعد ما سلموا العربية المزودة بالجي بي أس كطعم للإيقاع بتلك المجموعة الإرهابية اللي قامت بقطع الطريق، فرجع له الضابط نور مرة تانية وسأله: ما قلت اللي أنت من وين؟ وإيش ودك من وين أنا؟ مش خدت اللي ودك إياه؟ من العريش. من وين؟ من العريش؟ وايش بتعرف العريش؟ لهجتك مش من بلادنا. ده وحش يا نور. من المساعين عند الاذاعه. انا ساكن هنا. وشهدت احداث الحلقه السادسه من مسلسل رساله الامام زياره السيده نفيسه اهل بيت الامام الشافعي خلال سفره، وطلبت زوجه الشافعي منها المشوره حول ما يقلقها على زوجها بسبب غيابه المتكرر طلبا للعلم وانشغاله الدائم بجمعه، فطمانتها بانه رجل يحمل في قلبه القران ولا خوف عليه. انما تفكرين في ابي عبد الله. لا حزن يدخل قلبي ما دام بخير. لا ادخل الله الحزن قلبكما. إذن هو غيابه المتكرر سعياً للعلم. أعرف أنه يحمل حملاً تنوء به الجبال، وأن سعيه وراء العلم فيه خير له ولنا أيضاً، وأن ما يشغله خير المؤمنين في الفسطاط. شهدت كمان أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع تجول مربوحة في المول علشان تشتري هدوم جديدة، وهنا جالها راجل اسمه فخري اللي بيجسد شخصيته الفنان علاء مرسي، وأقنعها إن عنده محل فيه ملابس أفضل. مربوحة صدقته وراحت معاه. فخري. مين؟ فخري. أنا اسمي فخري. اسم حضرتك فخري. أنا مستورد كبير وعندي محلات فيها بضائع، ملابس، أطقم، كل حاجة، محلات كبيرة. نزلت أشوف المنافسين بس اتصدم. لا لا يا عم الحاج. أنا اتصدم. لا يا عم الحاج جول. بقول لك اتصدم. لا. شيء سخيف، مستواهم ضعيف جدا. في الحلقة السادسة من مسلسل الصفارة للفنان أحمد أمين ظهر شفيق بشخصية جديدة في الحلقة، واستعمل شفيق الصفارة الأثرية علشان يهرب من تهديدات أخوه وجيه بالانتحار. شكلي في واحد هينتحر. سيبك منه بقى، ده هتلاقي عيل تعبان قذر من العيال اللي هي هتلاقيه عنده مشكلة في البيت، ولا حبيبته سابته، ولا عمل مصيبة فهينط في النيل. سيبك منه. شكله كده. ما ترد يا زفت. ألو. أيوه جيه. أنا كنت لسه هكلمك. يا حبيبي، مش هتصدق بقى، أنا وشيرين قررنا نروح فين. رايحين واكر الكفتاجي وعايزينك تحجز لنا. لا معلش يا بيه، مش هينفع دلوقتي عشان هنتحر. طب خلاص ماشي. طب بص، ابعت لي النمرة وقول لي أكلم مين هناك. في أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة، محمد رمضان إدى مهلة لزوجته الرابعة عايدة اللي بتجسد شخصيتها الفنانة زينة علشان تاخد قرار في استكمال حياتها معاه أو يطلقها، ووافقت عايدة تكمل حياتها معاه علشان تنقذ والدها من السجن، خصوصاً إن جعفر هيسدد لها 40 مليون جنيه. عايزة أكمل الحكاية للآخر. حكاية؟ حكاية. إن أعيش مع راجل متجوز ثلاثة تانيين ومعيشهم مع بعض في بيت واحد. بيطلعوا له بجدول. معيشني في السيدة زينب وشايف إن هي أحلى من التجمع. قتل أخو مراته وسجن أخوها التاني. لسه مطلق ومش فارق معاه حاجة ولا فارق معاه حد. فاكر إن ربنا خلق الدنيا دي كلها عشان هو بس. تبقى حكاية دي ولا مش حكاية؟ كمان شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل حضرة العمدة مشهد متكرر للحداد على شباب غرقوا مياه البحر المتوسط خلال رحلة العبور لإيطاليا. قول أي حاجة وأنا أحطها تحت رجليك وتستاهل. تعرفي تجيبي لابني؟ عاوز ابني. هاتي لابنك. فينه؟ عايز ادفنه بإيدي.
ما يكون في عونه. أمين. يا ابني. الله يرحمه. ألف رحمة ونور عليه. أمين يا رب. يا رب اغفر له يا رب. أمين يا رب. أمين. الحلقة السادسة من مسلسل عملة نادرة شهدت وجود نادرة مع ابنها داخل بيت حسن أبو عصايا، وفي مشهد فلاش باك لواحد من رجالة أبو عصايا شداد، وهو الفنان محمد لطفي، وهو بيراقب نادرة جوه مغارة المنزلاوي بمنظار مكبر، وبعدها نزل بسرعة من الجبل علشان يبلغ عطية باللي شافه. أنت متأكد يا شداد؟ عيب عليك يا كبير، وأنا أجيب لك خبر وأنا مش متأكد منه؟ طب اسمع اللي هقول لك عليه وتنفذه بالحرف الواحد. حسن أخوي رايح لعبد جبار الليلة الساعة 7، قول هيقعد 8. في الساعة دي عايز نادرة ولدها عندي هنا، وهو أحد ياخد خبر ولا يشوفه. في الحلقة السادسة من مسلسل جميلة شهدت الأحداث اتفاق شاري وهشام على تدمير الحياة الزوجية لجميلة وزياد، وبتحاول شاري تتكلم مع زياد بطريق غير مباشر وأوهمته بكره جميلة له. لو عايزني أكمل معاه يسيبني خلف، ده أهم شرط عندي. أنا مش عايز أكبر وعجز وملاقيش حد جنبي. الابن سند، بعدين أنا طول عمري بحلم إن أكون أم، ما ينفعش هو يحرمني من الحلم ده. شهدت الحلقة السادسة من مسلسل سر الباتع أحداث متلاحقة، واستطاع السلطان حامد إنه يهزم الجنود الفرنسيين وخلاهم يتجننوا من قوته الخارقة وشجاعته اللي ملهاش مثيل. أنت يا عوف، طول ما أنت ماشي في البلد تعمل نفسك إنك مش شايف، مش شايف، علشان الناس فاكرة إن أنت اتعميت. وأنت يا عمران، تفضل ماسك ايد اخوك وسحبه معاك عشان هو المفروض ايه؟ اتعامى. شاطر يا باف. ما تزعلش يا حبيبي، بعد شوية كده هنبقى نقول انك خفيت. حاضر يابا. طب يلا. الحلقة السادسة من مسلسل ألف حمد لله على السلامة للنجمة يسرى شهدت أحداث كتير. اتصل الضابط حسام بأكرم وأكد له إن سماح بنت الدكتورة سميحة جات له وكانت بتدور على والدتها، ومع تتابع الأحداث حاولت فوقية أو شيماء سيف تسيب البيت بعد ما غلطت في حق الدكتورة سميحة، لكن بيومي فؤاد أقنعها تفضل موجودة. هو ده المكتب اللي حسام بقال عليه؟ اهو. طب جوزي جوه اكرم؟ دي فوقيه، فوقيه زمانها جت. موجود، اتفضل. اكرم فوقيه. فوقيه حبيبه قلبي. طمنا عليك، انت كويس؟ الحمد لله، انا صحتي زي البومب. الحمد لله ضربتك ولا حولك. انا محدش يجرؤ يضربني يا فوقيه. عفاك كويس؟ لا، الا قفايا، محدش يقدر يضربني غيرك انت على قفايا يا فوقيه. عشت يا اخويا الحمد لله، كنت مرعوبه وانا داخله الاسم، ما دخلتوش من ساعه ما عملت البطاقه كنت بترجف كده. انت مال صوتك بقى حنين كده؟ صوتك بقى خريفي مع انه على طول صيفي. انت اللي قايل انك عايزه شيت وقلت انزله وقت تدريج عشان ما تتخضش. خلاص بقى، ابقى اعديك على الاسم كل يوم عشان صوتك يحلو. الحلقه السادسه من مسلسل مذكرات زوج شهدت احداث مشوقه. شيرين راحت لوالدها تشتكي له من اختفاء رؤوف، وبتحمله مسؤولية الدفاع عنه طول الوقت واستقالته من شغله في ظل التزامات مالية للأسرة. وهنا قام الأب بدور الأب والأم ونصحها بعدم التقصير في مسؤوليتها. كل حاجة بتتحل بالهدوء والتفاهم. اقعدي مع نفسك وفكري.